منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر صواب أم خطأ؟ كيف نقوم الخطاب الديني ونبعث الأمل في النفوس للقنوط واليأس؟ أهلا بكم في المناظرة على النهار اليوم. موضوع أثار أزمة كبيرة جدا بين وزارة الأوقاف وشيوخ الدعوة السلفية. الأزمة دي مستمرة لحد دلوقتي، مين يطلع على المنابر في المساجد ويخطب؟ القرار اللي طلعته وزارة الأوقاف صدر بمنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وده معناه منع عدد كبير جدا من الشيوخ وبصفة خاصة الشيوخ المنتمين للدعوة السلفية اللي هم موجودين في مساجد كتير جدا على مستوى الجمهورية من انهم يقفوا على المنابر ويخطبوا. الموضوع مش كده بس، الموضوع برضو متعلق بانه حتى الأزهري بتشترط عليه وزارة الأوقاف انه ياخد ترخيص او تصريح منها لكي يتمكن من اعتلاء المنابر وإلقاء الخطب عليها والدروس وما أشبه. القرار ده طبعا أغضب الشيوخ السلفيين تحديدا اللي شايفين أنه هم اللي مقصودين بالقرار، لأنه المادة الثانية من قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد بتقول لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف الممارس المصرح لهم ممارسة الخطبة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. لكن القانون ده منح السلطة لوزارة الأوقاف، هي بتدي التراخيص لغير الأزهريين طبعا بناء على امتحانات وما أشبه، ولكن وفق ضوابط وشروط الوزارة بتضعها وكذلك الأزهر الشريف. هنتعرف النهاردة على الطرفين المتنافسين في هذا الموضوع أو اللي آرائهم متعارضة في هذا الموضوع. طرف اللي هو الأول طرف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والطرف الآخر هو طرف الدعاء السلفيين، وطبعا هم متحدين القرار وما زالوا بيعتلوا منابر المساجد في المساجد الأهلية غير التابعة لوزارة الأوقاف وللجمعيات الخاصة. بعد الفاصل بإذن الله هيكون معنا الدكتور أحمد زهير، وهو من علماء الأوقاف وإمام وخطيب مسجد الصباح بإدارة أوقاف البساتين بالقاهرة، وطبعا بيحمل وجهة نظر وزارة الأوقاف وبيدافع عن الشروط والضوابط الموضوعة من أجل الخطابة. في الطرف الثاني هيكون معنا الشيخ ناصر رضوان الداعية السلفي مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، واللي بيحمل موقف مضاد لوزارة الأوقاف ويرى في شروطها نوع من أنواع تكميم الأفواه. فاصل قصير ما تروحوش بعيد عشان هنبتدي مع بعض تاني. أهلا بكم من جديد في المناظرة على النهار اليوم، وحلقة اليوم هل قرار ترخيص الأئمة الذين يعتلون المنابر من وزارة الأوقاف أو من شيخ الأزهر صواب أم خطأ؟ ونتساءل أيضا عن الخطاب الديني، كيف يمكن أن نجعله وسطيا مرة أخرى؟ كيف يمكن أن نقومه؟ وكيف نبعث الأمل في القلوب لا اليأس والقنوط؟ أهلا بكم. أرحب في هذه الحلقة بضيفي فضيلة الدكتور أحمد زهير، وهو من علماء الأوقاف وإمام وخطيب مسجد الصباح بإدارة أوقاف البساتين بالقاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بمعاليكم. أهلا وسهلا. كما يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ ناصر رضوان الداعية السلفي مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا نحن نتناظر فعندنا وجهتين نظر، أعتقد حتى هذه اللحظة أنهما مختلفتان. حنطرح السؤال على فضيلة الدكتور في القسم الأول أولا، وحضرتك تعقب من بعده في القسم الثاني، سنعكس الأمر. هيكون الإجابة في دقيقتين. دائما معانا عداد وهنسمع صافرات الإنذار حينما تبدأ الثواني العشر الأخيرة من الدقيقتين. أتمنى نلتزم بالوقت، أتمنى أن احنا ندون الملاحظات، لأنه في ختام كل مجموعة أسئلة حنتيح الوقت للتعقيبات على مجمل مدار. إذن ما فيش حاجة هتطير وما فيش حاجة هتضيع، هنقدر نتكلم ونرد على بعض. الهدف من النقاش طبعا الاشتباك الفكري اللي احنا قاعدين فيه هو ان احنا نصل لأفضل ما يمكن وما فيه صالح العباد على ظهر هذا الوطن العزيز. نعم. جاهزين ان شاء الله؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. نبدأ بالاشتباك الأول ويقول: قرار وزارة الأوقاف بعدم اعتلاء غير الأزهريين المنابر هو قرار صائب لوضع ضوابط للخطابة والدروس الدينية. الشيخ الدكتور أحمد زهير، تفضل معك دقيقتين، تتفق ولا تختلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة أنا أتفق تماما مع هذا القرار الصائب والذي تأخر كثيرا، وبسبب تأخره يعني هناك هرج ومرج في الساحة أدى إلى اختلاط الأمور على الناس، وجعل الخطاب الديني يصل إلى ما يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بمحدث القوم حديثا لم تبلغه أو لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلما كان الخطاب مختلطا من هنا وهناك كأنه صار على الناس أو أصبحت هناك صعوبة على الناس في فهم الخطاب، وهذا ما يحدث الفتنة بين الفينة والأخرى في العبادات والمعاملات وشتى مناحي الحياة التي تحتاج إلى إيقاع منضبط، خصوصا في هذا العصر الذي يحتاج إلى أن تتضافر الجهود وأن تخرج الفتوى الموحدة حتى يسير الناس خلف القائد وتتقدم الأمم وتسعى لعمارة الدنيا كما أشار ربنا: وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وما زال المسلمون رابضون في أرض العبادات والصلاة والسواك وهذه الأشياء المهمة والمهمة والتي هي من أساسيات الدين. لكن لا بد أن يتجاوز الناس هذه المرحلة، هذا يعني الجمود عند هذه المرحلة سببها هذا الاختلاف في الخطاب، وهذا الخطاب يحتاج إلى انضباط، هذا الانضباط ترعاه المؤسسة الحقيقية للخطاب الديني في مصر التي أشرف بالانتساب إليها لطيلة 40 سنة، حتى من الله علينا بشهادة الدكتوراه سافرنا خلالها إلى دول العالم منها دولة أندونيسيا التي تكن كل الاحترام والتقدير وتجل الأزهر الشريف. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد. فضلت الشيخ ناصر، تفضل. في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لا نعترض على أي شيء القانون تقر الدولة، لكن يكون قانون اتخذ في مساره الطبيعي، بمعنى ان القانون ده اصلا قانون اخواني عملوا الاخوان عشان الحد من اعتلاء مشايخ السلفيين، مش الدعوة السلفية بس، مشايخ السلفيين عموما، يعني الشيخ ابو اسحاق الشيخ محمد حسن، مش الدعوة السلفية، الدعوة السلفية الاسكندرية في مشايخها وفي الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، المشايخ السلفيين عموما لا يعتنون بسبب ان القانون الاخواني اللي عملوه الاخوان، والقانون ده اصلا مش الاخوان والسلفيين حبايب ايام انتخابات مجلس الشعب، يعني دلوقتي بقوا وحشين. احنا مش بنتكلم على موضوع مجلس الشعب، احنا بنتكلمك على القانون نفسه، القانون كان للحد من وصول السلفيين والا فاغلب الدعاه في الازهر اخوان، اغلب الذين لم يصيبهم القرار. ودلوقتي لما يكون عندنا 110,000 مسجد وعندنا 55,000 خطيب، يعني حتى مش يعني تقريبا 50% من الخطباء، 50% من الخطباء مش مكفيين المساجد دي، يعني ما حسبتش كمان حتى الزوايا. طب احنا الزوايا لازم تقام فيها صلاه الجمعه والدروس وكده؟ لا مش احنا خلينا في المساجد، 110,000 مسجد و55 ألف داعي، ألف خطيب، إزاي هيكفي العدد ده كله؟ تمام، أشكرك شكرا جزيلا. ونذهب إلى فكرة الاشتباك الثاني، وهو يقول: الأزهريون لم يشهد لهم بأنهم انخرطوا في العمل السياسي، مشهود لهم بالحياد بعكس آخرين من بينهم من ينتمون للتيار السلفي، لهم أسسوا منابر، اشتركوا في أحزاب وكونوها ويمارسون العمل السياسي، وبالتالي هناك خلط للدين بالسياسة في مسألة الخطابة والدروس الدينية
فهل تتفق مع هذه المقولة أم تختلف فضيلة الدكتور حمد؟ أتفق تماما وأبصم عليها وأؤكد على يعني مصداقيتها. فكما قال فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله أن الدين والإسلام كالماء لا لون ولا طعم ولا رائحة. فإذا ما كانت هناك الألوان والطعوم والروائح انتقل الماء من المطلق إلى لفظ آخر كماء الورد وماء الشاي وكذا. كذلك الإسلام، الإسلام قوي لا يحتاج إلى إضافة، ومن أراد أن يضيف للإسلام فهو يأخذ الإسلام إلى ناحية يعريه ويجرده من قوته. فأنا أتفق تماما مع هذا، فالإسلام والإسلام الذي يعني به الأزهر الشريف أيما اعتناء، هذا الأزهر الزاخر بالعلماء والأساتذة في كل مناحي وبشتى الحياة، هم الذين عاكفوا على العلم والتدريس والمحابر والأقلام والأروقة، من غمسوا أبدا في هذه الصراعات ولا ذهبوا هنا أو هناك، فلذلك ظل ذكرهم باق وظلت هذه المؤسسة العريقة. ولا نقول مؤسسة، وإنما هو الأزهر الشريف هو الإسلام بحق، الذي كلما تاه الناس وضل الناس عن طريق الحق رجعوا. في كل دول العالم، أمريكا وكل الدول تأتي، والآن من حتى فضيلة شيخنا المبجل إذا أتاه عقد من إحدى الدول الأوروبية هو لابد أن يرجع إلى الأزهر ليعرض هذا العقد، حتى يقرر الأزهر أن هذا الشيخ معتدل وأن فكره منتظم ويحمل الإسلام الذي يعطي ولا يضيع الفرص على المسلمين، ولا يكون آلة هدم ومعول صد، وإنما يكون تقدم وبناء. فأنا أتفق تماما مع هذه المقولة ومع هذه الفكرة، فالإسلام هو الأزهر والأزهر هو الإسلام، وما عدا ذلك فهو حقيقة خلط للسياسة بالدين، وهذا ما نحن فيه. والله أسأل أن يسلم البلاد والعباد. آمين يا رب العالمين. تفضل شيخ ناصر. والله طبعا أنا موضوع أن الأزهر يكون له، أنا أتمنى أن الأزهر يعود لدوره الريادي، لكن في مقولة، موضوع مقولة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ده قول باطل، إنما يختلف عن الخطاب السياسي في المساجد، بمعنى أن لا دين في السياسة ولا سياسة، ده كلام أصلا غير مقبول أصلا. إنما لو هنقول أن دعاية انتخابية في المساجد غير مقبولة، دعوة لحزب، دعوة لجماعة، دعوة لفكرة غير أصلا العبادات والعقائد والأمور الدينية، طبعا غير مقبولة. إنما زي ما قلت لحضرتك، دعوة لأحزاب سياسية غير مقبول، دعوة للانتخابات، دعوة للدستور. إنما مثلا على نفس الوتيرة، إن الأزهر ما بينتقدش أبنائه اللي بيمارسوا الحاجات دي، يعني لما يكون في خطيب في بني سويف يقول في خطبة الجمعة تسلم الأيادي ويغنيها على في خطبة الجمعة، لما يكون في بعض منتسب الأزهر واحد يحلل الخمرة والبيرة ويقول لك حلال وبلال، واحد بعض يعني أنا كنت أتمنى من الأزهر إنه يتصدى للي بيطعنوا في الإمام البخاري، وأكثر من اللي بيطعنوا في الإمام البخاري اللي بيطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيروحوا لإيران وللشيعة، وزي مثلا الدكتور أحمد كريم اللي راح قبل رأس مكارم الشيرازي اللي هو عنده كتاب اسمه الشذوذ الجنسي عند عمر بن الخطاب. فين موقف الأزهر من الناس دي؟ أنا الحقيقة لازم أقف عند دي وأقول إنه إحنا كده دخلنا في مناطق أغلبها، يعني اللي اتكلم فيه الشيخ ناصر دلوقتي هو كله في صلب الخطاب في العلاقة مع الشيعة، والشيعة هم مسلمون. لسوا مسلمين. الشيعة هم مسلمون. لا، الشيعة اللي بيكفر الصحابة. هكذا نحتسبهم ولا نعلم، علمهم عند ربي في النهاية كلنا. فمعلش هخرج من الإطار بتاع الدقيقتين اللي يقول القرآن محرف. لا معلش خلينا نشوف، يعني واللي السيدة عائشة كفرة يبقى مش لا مسلم. لا يعني هو طبعا دي حكاية تانية، يعني أنا مدرك طبعا قصة رمي المحصنات والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي يعني أم المؤمنين وأم المؤمنات، ولا نرضى لها اتهاما، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام
دفع عنها وصد هذا القرآن كله. القرآن رب العالمين أنزل براءتها في سورة نعم النور. نعم نعم. فخلينا في دلوقتي أنا عايز أخرج من حتى الكلام المكتوب. في اتهام واضح بأنه لا، إذا كان في خلط للدين بالسياسة ففي مشايخ من الأزهر بيخلطوا، في طعن في العقيدة موجود، ولكن هناك حالة يمكن القول بأنها غير مقبولة مع عدد من الذين يتقولون على الصحابة، ها؟ علما بأنه يعني هذه مسألة ملتهبة جدا، وإحنا مش عايزين نكون دعاة فتنة وتفرقة، عايزين نكون من دعاة التوحد والتوحيد. نرد على فضيلة مولانا بأن مولانا في هذه المناظرة الهدف من هذه المناظرة بيان المنهج كلية، منهج الأزهر كلية لا غبار عليه، وإنما إذا شذ الأفراد. إحنا مشايخ والأزهر، إحنا بنتعلم من الأزهر. فأدركم أنا لم أتكلم ولم أقاطع معاليكم. لا أنا آسف، أرجو حتى تصل الفكرة ثم خذ حتى خذ وقتي. تفضل. لا 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 مش مشكلة، احنا اخبرنا الوقت كمان. انا هطلب منهم يطفوا عدادات الوقت. خلينا، لا انا اريد ان اقول لانه الموضوع محتاج حوار وقت. لا، الحوار بكل وضوح ان الازهر منهجه سديد، واذا شذ بعض افراد الازهر فالازهر يلفظهم. وجدنا ان استاذنا الاستاذ كريمة هو موقوف حين انتهى التحقيق، ان الرجل الذي سخر من البخاري تصدى له علماء الازهر، ولم نرى لغير الأزهر صوتا. إذن هذا كلام منتهي. الأزهر يلفظ من يخرج عن المنهج، أما انتظر الشيعة هؤلاء وأنت كيف تكفر الناس بكلمة؟ لا لا، انتظر أخي الكريم. إذا أردت أن يا سيد الكريم، إذا أردت أن تصف حال الناس وأن تكيف وضعهم من حيث العقيدة فأنت عليك أن تفصل، لأن هناك كثير. ونحن في الفقه ندرس، وأنا في دراستي في الدكتوراه في أحكام الفتوى الجعفري، نعم، اللي هي أحكام النفقات الاثنى عشرية الماجستير أحكام النفقات في الفقه الإسلامي، والرسالة تعج بالمذهب الشيعي والزيدي، وكله يؤخذ منه في العبادات والفروع، كذلك في الدكتوراه الآثار الشرعية المترتبة على التعجيل في الفقه الإسلامي، وهي رسالة مقارنة بين المذاهب الثمانية، نأخذ المذهب الإباضي والشيعي والزيدي والإمام إلى آخره. ينتظر يا أخي الكريم، الحكم عليهم إنما لا يكون جملة واحدة. فمن يسب صحابة رسول الله هذا له حكم، أما عموم الناس فله حكم. وارجع إلى الرسائل العلمية وليكن كلامك مؤصلا وأكاديميا. هذا الكلام أنت تتحدث بدون يعني كلام على عواهنه وشفاهة، عليك أخذ بالفرصة. أنا الذي سأعطي إليك هذه الضربة، ليست إنما ضربة وإنما أرسل إليك هذه. أنا كما نقول إن المنهج في الأزهر سديد، من شذ وخالف الأزهر له بالمرصاد، ومنهم من يفصل ومنهم من تجاوز وكذا كذا، لكنه أنت في مذهبك ومنهجك منهج السلفية. أنتم اسمع إلى ما يعني ما كتبته وحضرته لكم في إخراج الزكاة، منهجكم أنها لا تجوز إخراج الزكاة. سيد الكريم، لا تجوز عندكم إلا الطعام، وهذا مذهب الجمهور، وقالوا من أخرج غير الطعام لا تجزئه، صحيح على العين والرأس. وأهملتم رأي الحنفية والخلاف معتبر، ونحن معكم، ولكن الشيخ علي السالوس هذا رجل سلفي قح، هو استدل على جواز. الشيخ علي السالوس الزهري قبل ما يكون سلفي، هو يعني هو رجل في القنوات التي تحمل مش يعني سلفي، هو ولا يعتبر استاذنا وتجر. طيب. هو نحن تلميذ الشيخ محمد ابو زهره يعني. طب اكمل حتى لا يضيع الوقت. اقصد انه ونفسه الشيخ السالوس استند واخذ يعني يناظر ويحاور حتى اثبت ان الزكاه يمكن ان تخرج قيمه، لما عندما تتلف، عندما تهلك، عندما ينسى المزكي ولا يخرج الزكاه، هل يلزمه ان يشتري قمح طعام؟ نعم، هذه والاخرى. الناس افرض الراجل اللي عنده اكل ومش عايز حاجه تانية. اريد اجابه من فضيلتي. انا هنسال. طب خلينا حاطين 700 نقطه، خلينا لا لا انا لا ليست النقاط كثيره، وانما انا اريد ان اقول لك باختصار ان الازهر منهجه سديد، الازهر منهجه سديد، ومن شذ عنه فالازهر يحاسبه. اما انتم منهجكم جملة فيه، وبعدين بتدخل مين وتحاسب مين وتعمل ايه؟ يعني مسألة عندك ممكن. انا اتحدث كله هذه قصة الزكاة كمان نرد عليها جملة. المنهج لا يا سيدي الكريم، الحج كذلك
في نحن عندنا انا في العام الماضي حججت واولادي ونزلت ورميت جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف الليل، وهذا يخالف. هو مصر على انه عند الزوال. ليس، انا اقصد جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. انا رميتها قبل طلوع الفجر. ما فيش مشكلة، لأن معي النساء السلفية مصرين على ساعة الزوال الصيام. نعم. وهذه نعم. المشكلة الكبرى عندما خالف الناس منذ يعني 5 سنوات رأي المفتي وفتوى المفتي، وقام بعضهم بالإفطار مع دول شقيقة وخالف فتوى هذا. وأين هو فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ نعم. أين هو من كما جاء أولئك العصاة؟ ده كده عايز طيب انت معاك حلقتين عشان أرد. لا خد طيب بس يلا اتفضل. اتفضل. أول حاجة الشيخ الأول للسلف. أنا هسأل قبل الإجابات دي. لا اتفضل. أول حاجة الشيخ وقع في اللي إيه بيرميني بيه. نعم. موضوع إن هو قال لي إزاي أنت أطلقت على عوان موضوع الشيعة. أولاً موضوع الشيعة معروف ان العوام يختلفوا عن العلماء وقادة المذهب. معروف ان اذا اطلقت كلمة الشيعة في هذا العصر فهي المقصود بها الشيعة الامامية الاثنى عشرية، ولا اقول الجعفرية لان سيدنا جعفر الصادق بريء منهم. الشيعة الاثنى عشرية لا يقوم دينهم الا على ما اضيعتك. لا ده انا هرد على دي بس وخلاص. لا اسب يعني لا يقوم الا على سب ولا عليك. انا عايز اقول لحضرتك لما تجاوز بعضهم الازهر وقف لهم. تمام. بس ادل لك اتفضل كمل. انا ما بفصل. في امبارح بنتين تشيعوا في الشرقيه في قناه شيعيه. فين دور الاثر؟ احنا دور الاثر. طب خلينا طب كمل. انتوا كمان على الارض معلش يعني خلينا نتكلم. خلينا نكمل كلام. اجي بقى شفت موضوع الشيعة انا فصلت. نعم. في فرق بين العوام والعذر بالجهل للعوام وكده، ولا نكفر احدا بذنب ولا نكفر معينا. ذاك انما نعم الافعال. خلاص خلينا حضرتك بتقول في اخراج الزكاه. الكلام ده غلط، لان حضرتك المفروض تقول زكاه الفطر وليس نعم الزكاه. أقصد لا ما قلتش زكاه الفطر خالص. نعم حضرتك قلت الزكاه بس يعني زكاه الفطر. تركت هذا لفهم معاليكم يعني. لا لا فهم الناس. نعم خلاص لما حضرتك اسمع على التوضيح. لا اسمعني، لما حضرتك تقول الزكاه والناس تسمع ده بيحرموا الزكاه، بيقول لك لازم لا في زكاه المال وزكاه يعني عروض التجاره. اشكر في معاليكم على التقييد يعني جزاك الله خير انك قيدت المطلق. طب خلينا لا انا بقول لحضرتك انت قلت الزكاه بس. نعم. زكاه الفطر ده خلاف فقهي، والخلاف الفقهي يعني ايه مش الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. ويعني والإمام الأئمة الأربعة الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وكل الأئمة اختلفوا يعني، وكان كلهم يقولوا ايه يعني كما لخص أحد الشعراء بيقول ايه وقول أعلام الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل حديث منه ذو قبول وما سواه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم لا تكتبوا عني بل أصل ذاك فاكتبوا وأحمد قال لهم لا تكتبوا عني بل أصل ذاك فاكتبوا. فانظر ما قالت الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب اسمه معنى الكلام معنى الأبيات هو أنه مهما كانت أراء الأئمة الأربعة لا يمكن الأخذ بها إلا بعد أن يتم الاستدلال عليها من القرآن ومن الحديث ومن السنة النبوية الشريفة. وبدون ذلك لا وما لم يقم دليل عليها فلا يؤخذ كلام أي منهم على هذا. ده معنى كلام اللي قيل في الأبيات اللي قالها الشيخ ناصر. وأنا عايز أسأل حضرتك سؤال واضح وصريح. فضل. مباشرة فضل. يعني إيه المذهب السلفي؟ يعني حضرتك درست فين إذا كنت ما درستش في الأزهر؟ من أين يمكن أن آمن أو أولا لا معلش لازم نفهم طبعا طيب. مش هجوم بقدر ما هو استضاح واستبيان لصالح كل من يشاهدنا ويستمع إليه.
أول ما فيش حاجة اسمها المذهب السلفي، ما فيش حاجة اسمها الجماعة السلفية. السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، زي ما قلت الأئمة الأربعة، البخاري، مسلم، كل دول يعتبروا من السلف، يعني هو الصحابة، التابعين، تابعي التابعين، كلهم سبقا. طيب طيب، وحتى واحنا وفي هل الحياة تتوقف عندهم؟ لا لا، ما جاي لك في الكلام. ودلوقتي حتى حضرتك في حد يفخر ان في انفصال بين السلفيين والازهر؟ بل العكس، اغلب يعني لا يوجد يعني اغلب الاقوال الفقهيه، او ان لم يكن كلها لا بد ان يكون لكل قول مرجع له من مشايخ الازهر. يعني هات لي اي قول هتلاقي لي، يعني حتى حلق اللحى للشيخ جاد هو كان يفتي بتحريم حلق اللحى، وكان له فتوى شهيرة بإلزام الضباط وجنود القوات المسلحة بإعفاء اللحية لو على الكلام. أيوه. لا لا لا، ده كلام انا ما اعرفش يعني، موجود يعني، معلش عفوا، انا في يعني في قضيه انا جوهريه، مش دي القصه اللي احنا في لا قضية، مش القصه، بس بقول لك يعني اقصد اقول حتى اصطيادك لبعض الفتاوى فيها اغراض الحقيقه، مش اصطياد. انا عندي قضيه جوهريه، لا يعني هل انا يفتي؟ معلش، لا 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 لا، انا استاذنك، انا راجل، انا اصلي لي شغلتي، انا الوقت كله وانا انا شغلتي، انا هقول حالا. لكن حينما يكون هناك عند شيخ زي الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، كم كبير من الفتاوى، فلا تتذكر ولا تذكر على الأثير إلا أن هذا النوع من الفتاوى، فهذا يعني أنك بترسل برسالة، وهذا ما يقلق، وهذا ما يضع السلفيين في مرمى التساؤلات عن إلى أسباب. لو سمحت لي بطرت كلامي يا أستاذي، لا فورا الاستدلال كان غريب. لا تتحدث في تحرير محل النزاع. محل النزاع يا سيدي في الجوهر، أنت تترك الجوهر. أنا عندما إيه هو الجوهر؟ انتظر انتظر حتى تتم الفكرة وتصلك القضية. أنا عندما عرضت بعض هذه النماذج ولا أريدك أن ترد علي. أنا أريد لما جيت أعرض نماذج، لا أنا لا أريد، أنا انتظر. الأستاذ عمر ما بيعلاش عن النماذج بتاعتك، بيعلى عن النماذج بتاعتي أنا بس. ما أقصدش خالص، أنا أقصد أقول لك أن الأزهر منهجه سديد، ولما كان هناك من شذ عنه لفظهم أو أوقفهم أو حقق معهم، حتى لو كنت أنا مخالف في أي شيء. إذن الأزهر أكمل، أنا لا أريد منك أن ترد عن إخراج الزكاة وكيت وكيت وكيت، أنا أريدك أن أنا أريد زكاة الفطر هكذا، أنا أريدك أن تبين لي أنكم منهج السلفية وأخواننا الذين يعتنقون المذهب السلفي هم ينافحون، ما فيش حاجة اسمها مذهب سلفي، هم ينافي التيار السلفي أو الذين هكذا، يعني عدلت لي هذه، لكن هي هكذا، هي جماعة وهي لها آراء ولها طريق تمشي فيه، وأنت تخالف الرأي أو تتفق، أنت لست مع منهج الأزهر. لا بالعكس، لا أنت كده قولتني حاجة ما قلتهاش. أنت تجلس وتستطيع أن ترد على نفسك. ده من عندك اتهام والشيخ ناصر يرد عليك. يعني الفكرة لم تصل. أنا أريد أن أقول لك أن مشايخنا الأزهر علمائهم نحترمهم جميعا ونبلهم. أكمل أكمل، أنا عايز أكمل وأسمعك. خلاص أنت أعربت عن احترامك ليهم ورفضت هذا الاتهام. والاختلاف في الرأي لا في القضية. أنا أريد أن أقول لفضيلته أن الأزهر منهجه واضح وسديد، ومن شذ عنه فقد خرج منه. أما السلفية فعندها بعض النقاط مثل هذه تنافح عنها، لأن هذه يعني هي أشخاص، هي أشخاص. ولذلك الخطاب الديني لما اقتصر على الأزهريين، لماذا سيدي الكريم؟ لأن الأزهر عشان لا يسيس، لا خطب أحمد أو إبراهيم أو إسماعيل، هو يمثل أزهر. أما عندكم إذا خطب زيد أو عمرو، تجد الجماهير العريضة التي تستقطب الناس في وقت الناس في حاجة إلى الألفة والاتحاد، بمعنى أصح في شيوخ بيتقري عليها، بمعنى إنه يعني بيتبع عليه، يعني الناس تتبعهم زي كده ما بيجرى بالظبط في المرجعيات الشيعية، فتلاقي اتباع الشيخ فلان يعني واتباع الشيخ يعني فلان. انا اريد يعني واتباع الشيخ فلان. طب من هل هذا البخاري سليم؟ الامام البخاري كان لا معلش، 70,000 بيحضروا خطبته، يعني لا، في فرق بين الحضور وبين انه باخده بمثابه حد زي الأئمة يعني الأربعة في الفقه مثلا. حضرتك أنت عارف أنا بسأل، لأنه هذا ما طب أنا أرد على هذا ما يقال. أنا أرد على حضرتك، مش عايزك بس تاخده لا خالص، إنه كده، لأنه في طيب النهاية هذا هو الذي يتردد خارج الشاشات، طيب ماشي، وفي الأروقة أقول، وفرصة إنك معانا بعد ما إحنا غلبنا الحقيقة نرتب المناظرة دي، لأنه في كل مرة كنا بندعو حد من
من الاخوه السلفيين ها كانت الامور بـ 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 ما بتتم، كان بيرجع يخاف تاني على اساس انه الامور قد تحل مع الاوقاف وما اشبه، فيعود لاعتلاء المنابر. لكن لاول مره نقدر، وبما انه حضر ممثل عن التيار، خليني اقول التيار، لا انا اولا انا مش بتكلم باسم حزب ولا باسم دعوه حزب. انا بتكلم تيار تيار ماشي كفكر. يعني انا سامحك عفوا لو سمح لي يا استاذنا، انا عايز اركز في عمره حضرتك كل هتجاوب والله ما وهديك وقتك كامل. انا اتكلمت كل مره بياخد صف لي هذا المشهد. انا بسال حضرتك ارد على حضرتك بس يرد الاول. ما هو ده هو السؤال ده، صف لي هذا المشهد عندما يقال ان فلان الشيخ يخطب تجد مئات الالاف، وعندما يصعد الشيخ وانا رجل يعني اتحدث عن شخصي احمل الدكتوراه من الفقه في جامعه الازهر ثم انا اخطب 20 دقيقه ثم يقول الناس ان الشيخ ناصر يقول علما، وماذا يقول شيخ الازهر الذي درس؟ انا لو قلت لاخي انتظر احد ما تاخد الحلقه كلها. طيب لا 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 خلاص بقى يعني بعد طب انا قاعد اتفضل يا عشان المشاهدين. لا يا فندم انت على العلم والراس يا سيدي، قول لي الدراسه بتيجي فين وازاي بما انه لم تتم الدراسه في الازهر بيؤهل الشخص للبتاع. ابتدي من النقطه دي. لا انا هبتدي من النقطه بس الاول، حضرتك بتقول ان الموضوع ان الغلو والاتباع والشيخ والمشايخ بالالاف كده، خلي بالك انت حضرتك ممكن تقول عند الشيعة عند الصوفية عند اي مذهب في الدنيا الا عند السلفيين موضوع الغلو، لان اصلا السلفيين اكتر من يحارب الغلو واكتر من يحارب تقديس الاشخاص. الواقع ينكره. انا خلي يا دكتور بعد. الواقع ينكره. طب انا عايز اتنفس مش عارف اتنفس. الواقع ينكره. لا الواقع لا هات لي خليه كمل ازاي في بيطوق بيتمسحوا بيه يتبركوا بيه يقولوا له يعني بلاش كده، بيقدموا كلامه على القران والسنه. هات لي واحد من الاتباع السلفيين قال ان كلام الشيخ ابو اسحاق الحويني مثلا مقدم على كلام النبي، هل او فتوى الشيخ الفلاني مقدمه على القران والسنه؟ ما فيش الكلام ده غير ولكن ما قاله الشيخ أنا هو مقيل. طيب يعني تفسيره غير كده لا يرد له لا يرد عليه. لا بالعكس كل يؤخذ. انا لسه قايل لك ان كل الائمه الاربعه بيقولوا كلامنا يرد عليه ما لم يوافق القرآن والسنة. فهل أنا بتكلم عن الناس العوام والبسطاء والذين لا يعلمون؟ لا لا بالعكس، والذين يتجهون نحو الدين. بالعكس غير كده مثلا موضوع إن الـ 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 إن, إن, إن بعض السلفيين يتهمون إنهم بيحرضوا. أنا أولا ما فيش واحد سلفي بيحرض. اللي بيحرض دول الجماعات التكفيريه، جماعات اللي هم اللي بيحرضوا على العنف، اللي بيحرضوا على تخريب منشات الدوله. السلفيين عمرهم ما هتلاقي عندهم الكلام ده كله. ليه ما انت عندك قسمين في السلفيه، قال لك السلفيه الدعويه والسلفيه الجهاديه. احنا مالناش دعوه. انا بتكلم السلفيه الدعويه والجهاديه. ما بتكلمش معلش ما هو تحت كلمه السلف العام يا ما بتكلمش عن اي حاجه حركيه، ما بتكلمش عن اي حاجه فيها عنف، ما بتكلمش عن اي حاجه فيها سفك للدماء او تخريب لاي منشات. السلفيه اللي هي الدعويه اللي هي بتدعو الى الله، اللي هي مش والدليل على كده ان مش ما فيش بعد ما صدر قانون اللي هو موضوع الحلقه، قانون منع الدعاء، ما فيش واحد من الدعاه اعترض ولا بل كله امتثل. مفيش مين يعني قال في تحدي والناس ومعتلية المنابر حتى الآن؟ مين يعني المحاضر المتحررة أوقاف محرراها؟ طيب لأعداد كبيرة في المحافظات. لا أكمل أنا لا بس الشيء بالشيء يذكر وأنت معلم. لا لا أكمل غير كده. مثلا في مثلا موضوع فرصة ولا هو أنا أطيلك الراجل يخلص الحلقة لوحده. لا ما تقلقش لسه هناخد فاصل ولسه عندنا نص تاني وبعدين جزء تعقيبات على موضوع مثلا موضوع حضرتك التحريض. طبعا التحريض في مش عايز اقول لحضرتك 90% من القنوات بتحرض تحريض علني على السلفيين، بتتكلم على المشايخ بطريقه يعني فيها امتهان فيها سب ألم وقذف. ألم يخرج السلفيون في ميدان التحرير بالاعلام فيما سميت جمعه قندهار فاصابوا شعبا بالذعر؟ من ما حصلش الجمعه اللي حضرتك بتقول عليها ديت كان خرج فيها
كتير من الشعب المصري، مش مجرد ان لا لا مش مجرد السلفيين بس، سلفيين وكل محب التيار الاسلامي. وخلي بالك انت حضرتك يعني بتجيب لي نقاط في النص كده يعني. نعم، ايه مع كل نقطه منها بتقول لي عايزه حلقه افخاخ كده يعني. لا مش افخاخ، الشيء بشيء يذكر. طيب يذكر. غير كده موضوع بقول لحضرتك التحريض، في قنوات مش يعني بقول لحضرتك 90% من قنوات مصر بتحرض على السلفيين، يعني عايزين يأثروا لكلام الاخوان اللي بيقولوا ده هم ايه بعد ما خلصوا علينا هيخلصوا عليكم. فهم بعض الاعلاميين عايز يأصل الصوره دي بالفعل، يقول لك ايوه احنا عايزين بعد ما خلص عليهم نخلص على. لا احنا عايزين اعتدال في الخطاب الديني، وهذا ما سأسأل فيه شيخنا. انقل اليك الكلام، اتفضل. كيف يمكن تحقيق هذا الاعتدال، خاصة وانه احنا عندنا دلوقتي خلط كبير ما بين كلام عن السلفيين، فهو قال لك هو مش مذهب ولكن هو اقتفاء خطى السلف. طيب الصالح كل هذا رجل. ولكن هناك من يقول لك بقى انه اختفاء خطاه على ايه؟ استنى بس، اختلاف مظهري. اختلاف على ايه؟ سيبك حتى من المظهري، يقول لك اختلاف على ايه؟ يقول لك حتى ممكن يكونوا من اتباع المذهب الوهابي، وهو فيه قدر من التشدد. ليه أتباع محمد بن عبد الوهاب وهو من المشايخ في المملكة العربية السعودية وله مذهب فقهي يتبعه الكثيرون وما غيره؟ معلش مش مصطلح سياسي. لا 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 ولا غير المصطلح السياسي. لو كلمة وهابية يعني لغويا لا تنسب لإمام محمد، ممكن الوهابية تنسب إلى اسم الله الوهاب، إنما كلمة غير كده. لا لا احنا مش عايزين نلعب بلافظ، الجميع يعلم ما نعني يعني. بلاش احنا نقدر ندخل في فقه وتفسير اللغة. الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان أعظم واحد يفسر كل شيء من ناحية اللغة. فيعني أنا لا مفهوم كلمة الوهابية أنا ما الأخ الكريم دوري باين ده تقريبا. اتفضل دورك أخونا الكريم. بيقول إن كيف يتم تحقيق الاعتدال أو اعتدال الخطاب الديني في مصر، وإذا قلنا باعتدال الخطاب الديني في مصر فبالضرورة في العالم الإسلامي، وهذا شيء لا ينكره أحد. أنا كنت في بعثة في إندونيسيا والعالم وإخواني وزملائي في البرازيل وفي كل مكان في العالم، والأزهر الناس تبحث عنه كما يقولون بإبرة. لماذا؟ لما اتسم به. إذا أردنا أن نحقق الاعتدال الديني، هذه خطوات تسير فيها الأزهر ويسير فيها الأوقاف، وهي ما فعلته وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف لم تمنع أحد من الخطابة، وإنما تقول لكنهم يريدون كيانات منفصلة. هي هذه المشكلة، هذا هو جوهر القضية. لو أنت تريد أن تخطب ما المشكلة؟ عندنا في الأزهر كثير من الملتحين مثلك وأكثر منك ويقصرون الثياب وهم في بوتقة الأزهر، لكنك تريد أن تكون خطيب بجوار موازي، خطاب موازي لأن لك أهداف ولك كذا. لكن ما قلت لحضرتك عندك 110 طيب. مسجد و55 وهناك خطباء المكافأة وكلهم رجعت لهم التصاريح. عند الوزير قال ان جميع خريجي معاهد الدعاء التي ليست تابعه للوزاره انا غير مسؤول عنها. أيوة طيب يعني ممكن تشرح لي قصه يعني معاهد الدعاء دي؟ ايوه ما هو اشرح لنا قصه معاهد الدعاء. حضرتك ادرى مني. معاهد الدعاء منها ما هو تابع لوزاره الاوقاف بمسجد النور بالعباسيه ومراكز ثقافيه في المقاليم. فمن اراد ان يتفقه في الدين يعني يذهب الى هذه المعاهد. لا هناك معاهد اخرى الدراسه لكي يؤهل ويخرج فيعمل في الدعوه. هناك معاهد اخرى. معاهد أهلية يعني؟ نعم، الجمعيات الشرعية. الجمعيات الشرعية معروفة أنها وبعض من يدرس بها بعض الأزاهرة بس. لا معاهد دعاء عادية ومعاهد دعاء وبعض من يدرس. أيوة مين اللي بيملكها؟ أزاهرة أزاهرة وغير أزاهريين. لا وغير أزاهرة أزاهرة وغير المهم اللي بيدرس فيها شيوخ من الأزهر الرجل يعني طول الوقت. أنا اللي بيدرسوا فيها شيوخ من الأزهر طول الوقت بعضهم ليس يعني ليست القضية ما نقدرش يعني نعمم على إطلاق بس في شيوخ من الأزهر الغالب في أغلبية وليست أغلبية ولا أقلية ليست كلية. نعم فضلتكم ان معالي الوزير ولم يغلق الباب، بل في التسعينات كان قال لك ايه تعالى المعاهد خد ادرس. انت رجل التصريح. انت رجل تريد الدعوه يا ريت. طيب يبقى العبره بالكفاءه ونعمل والا في من الدعاء من المشايخ الازهر مع احترام الجميع. حضرتك شخصيا درست فين؟ لا انا ما درستش اكاديميا. طيب انا تخطب على انا ما خطبتش انا ما بخطبش انا اصلا بحث متخصص في الرد على الشيعة. ماليش خطبت الجمعة ولا خطبت الجمعة ولا عايز اخطب الجمعة. يا فضيله الشيخ نصر يا فضيله الشيخ نصر لك ان تعجب اننا كحاصرين على الدكتوراه في وزاره الاوقاف لنا اساتذه
علمونا، قبلنا أيديهم وأرجلهم عندما كانوا يخطبون في مساجدهم، ثم صدر القرار أوقفوا جميعا، ثم جاءوا هؤلاء الأساتذة بجلالة قدرهم لكي يجددوا التصاريح وليقولوا نحن مع الأزهر ونحن مع هذا المنهج، وجددت تصاريحهم. وهذه يعني نوايا حسنة تدل على أنهم يريدون فقط. طيب في بعض المشايخ لا بيقدموا، لا في بعض المشايخ بقى لهم 6 شهور بيقدموا وفي تعنت من الوزارة، لا منهم زي الشيخ ياسر، الشيخ ياسر معاه لسانس شريعة، الشيخ ياسر برهامي معاه لسانس شريعة. أنا لم أذكر اسما واحدا في الحق. طيب أحد المشايخ معاه لسانس شريعة وقانون من الأزهر، من جامعة الأزهر الشريف، وقدم بقاله 6 شهور. أيوة أنا مش مرتين أرد على الوزارة القانونية، ودي هذه حاجات فردية. طب هو ده سؤال واضح وصريح، وأنا هنا هاخد يعني السؤال من على لسان الشيخ ناصر لأنه ما سألوش بوضوح بوضوح شديد. هل الأمن تدخل في منح التصريح؟ ضروري لابد أن يكون الأمن دور في كل حياة في كل شيء، لأنه يضبط. أنا كرجل في الأوقاف لم أشعر ولم أنعم بسيادتي على المنبر إلا في هذا العصر، وكانوا في الماضي كانوا يعني يقول فلان يصعد المنبر وفلان لا يصعد المنبر. مين اللي كانوا بيقول؟ مين اللي كان؟ الناس ورؤساء مجالس الإدارات وغير ذلك مما كانوا. لكن الآن أصبحنا في أكثر تركيز. يعني مش السلفيين الحمد لله أول. لا بصفة عامة، لكن يعني غالبهم لا وحتى أنا السؤال سألته أنت أعتقد أنك أنا كان السؤال على لسانك، أنا مش عايز تسأله بوضوح، صح ولا أنا غلطان؟ أنا لا أتهم أحد، لكن أنا أقول لك لا مش إحراج حقيقة. يعني أنا عندما أنا أسألك بالله عليك، أنا جدير بصعود المنبر أم لا؟ أنا رجل أحفظ القرآن، أنا طبعا على عيني وعلى رأسي. أنت الآن من غير ما من غير مش محتاج سؤال يعني. يعني سعادتك عندي يعني شهادة مجروحة. طيب انا وامثالي كثير من يا اخواني من ليس يعني اعلى مني قدرا وفصاحة. خلي بالك ربما انت خلي بالك انت حضرتك اول مناظر يكون يعني في الطرف الاخر وسلم عليه، لان اغلب المناظرين بيكونوا شيعة ما بيرضاش يسلم عليهم اصلا. اتفضل. بيكونوا شيعة ما بيرضاش يسلم عليهم. لا يا سيدنا صلى الله عليه وسلم. فالقضية لا حتى نسلم على عرفنا وعلى من لم نعرف ونحب الخير والاسلام. لا يا سيدي حتى الشيعي وحتى الغير مسلم نحمل الخير للغير، وهذا نحمل هو الخير لمصر. لا نحمل الخير للغير ولكل الناس. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يبكي لنفسا تفلتت منه الى النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اني اخذ بحجوزكم انكم تتفلتون مني كما تتفلت الذباب الى النار. فقضية النبي لما أسلم اليهودي خرج متهللا وقال يعني اعتق الله إلى آخر. نعم، فإذا نحن نتكلم على كيفية أن يكون المنهج معتدل، والله الأزهر كما قلنا كالماء المطلق، وليس هناك إذا كان هناك أستاذ خرج على النص هو خلاص خرج ويمثل نفسه. لكن في الكيانات الأخرى الإنسان الذي يخرج ربما يجر مذهبه معه إلى ناحية، هذه المشكلة، هذا جوهر القضية، هذه القضية تكلم فيها. طبعا عايز اقول لحضرتك انا اريدك ان تجيب عن هذا المذهب. اجب ولتكن الاخيرة قبل الفاصل ثم نعود لمواصلة هذا. يعني انا عايز سؤال جوهري، هذا هو سؤال جوهر الحلقة. الازهر الحديث من شذ عن الازهر يلفظه. وقلنا قول لي هتحاسب ازاي داخل اما في الكيانات التجمع هذه الفكره هذا التيار. لا اسمع وانت خبير هيتعمل كل من يحرض، كل من ينادي بخطاب اللي هو دعوه للانتخابات، دعوه لحزب، دعوه لجماعه، دعوه لاي شيء غير المواضيع ديت، الخطاب ده يحاسب. كل من موضوع حصل مين اللي هيحاسبه؟ الأزهر هو يختبر كل مؤسسة جامعة شريفة، ليس أشخاص يحاسب. ما اختلفناش، الكيانات الأخرى أشخاص، أما الأزهر مؤسسة. أنا قلت لكش، وأنا قلت هنخرج عن عبادة الأزهر. الأزهر يعود له دور الريادي بس ما يمنحش ويقصي. انت حضرتك انا اقول لك انا شوف انا برضو كل مره انت عايز تلحق كلمه. لا لا انا مش الدستور دكتور، لا انا الدستور الذي علق العمل به. معلش 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 نرجع له تاني. معلش خليني انا ما قاطعتكش كتير والله. يعني اتفضل يا شيخ نصر. انا مش عارف والله انت اتفضل يا سيدي بقول ايه. سلمناك الكلمه. انا كنتش انا مش عارف ايه. اتحايل عليك لا تخرج من عباءتك. اتحايل عليك. احنا مش هنخرج من عباءة الازهر ولكن و ولكن يا سيدنا يا
يعني تخرج جامعة الازهر ثم انت يقول لك تفضل خد تصريح انت يعني لا مش اسمعني اسمعني انت حضرتك دلوقتي محتاج عندك افكار عندك الحاد نعم. عندك داعش عندك بلاوي عندك نعم. تشيع انت كازهر بال 55,000 على 110 مساجد يعني نص خطيب لكل مسجد هتغطي القضايا دي انت محتاج اللي يساعدك والا يعني لو دلوقتي ضابط بوليس قبض على حرامي وبعدين في واحد من المواطنين عادي قال له في حرامي هناك قال يقول له انت مالكش دعوه بدام انت مش ضابط بوليس وما دخلش كليه الشرطه مالكش دعوه ما تقوليش دي مهمه المباحث طب انا عايز اقول لك ده في حرام اهو ما ينفعش اساعدك لا ما تساعدنيش ما في لا قال لك روح خد التصريح طيب ما قلناش كده طيب ايه المشكله في 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 المنع نفسه المشكله ان القانون ده اصلا غير موافق للدستور القانون ده غير موافق للدستور قرا لك نصوص الدستور ماده 92 وماده 93 انا عايز اقول حاجه اقول خليه يكمل دي لحد اللي بيقول ايه اول من قانون الدستور بيقول لك يتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الماده 93 بيقول لك تلتزم الدوله بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدوليه لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوه القانون بعد نشرها وفقا للاوضاع الماده 92 الحقوق والحريات اللصيقه بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسه الحقوق والحريات او ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها الماده 65 اخر حاجه بيقول لك حريه الفكر والراي مكفوله ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير او النشر فده المخالفه انا في كل طيب انا ممكن اقول لحضرتك على حاجه اخر قانون بس اللي هو القانون رقم اسمح لي نرد عليه القانون رقم 238 لسنه 96 اللي هو قانون الدعاء بيقول لك ايه يتيح لمن يأنس في نفسه الكفاءة من المصلين أداء الصلاة وشعائر الجمعة في حالة غياب الإمام المكلف من قبل الوزارة عن صلاة الجمعة لأي عذر طارئ حتى ولو لم يكن معه تصريح بذلك ما هو دي أمور ممكن أنا أقول بقى عشان دي أجزاء قانونية وأنا شوية معلش طب تركز معاك كتير جدا طيب حرية اعتقادك هي الحرية اللصيقة اللي تبع لشخصك محدش بينازعك فيها نسألك عنها ولكن لا نحرمك منها دي مسألة خلصان ما نقدرش نتكلم فيها ولكن أن تصدرها من منبر فيجب عليك أن تتبع الإجراءات فما ليس هناك في هذا ما يخالف الدستور على الإطلاق هذا القانون إذن غير لأنه لا. حريتك وفكرة حرية الرأي والتعبير لما تقعد في بيتك تفضل حضرتك تهدم الكلام ده كله دلوقتي منصب الوزير ده منصب سياسي ولا لا؟ طبعا طب الوزير الأوقاف بيخطب ولا لا؟ يعني ايه بيخطب ولا لا؟ بيخطب الجمعة ولا لا؟ لأنه هذه هي الحالة الوحيدة التي يتاح فيها لا بس بقول لحضرتك ده يعني وزير الأوقاف بيتكلم سياسة أول من لو وقف يتكلم سياسة على المنبر أول واحد لازم نقول له أنت غلطان معلش يعني استناني لا لانه في الاصل يعني هذه حالة استثنائية مرحلية في فترة وجوده كوزير لما تنتفي عنه الوزارة هو قبلها هو اب الخطباء واخد بالك لا من غير لا اب ولا ام والنبي الله يخليك بلاش طيب الشيخ مصر شاهين الشيخ ما بيمارس السياسة لا ارجوك لو سمحت انا بقى مش عايز ندخل بعض الدعاء مش عايز ادخل بلاش مش هقول لك اسماء لانه محدش كلمك انت مصر على ان احنا نتكلم عن بعض الدعاء له ولما تكلمني عن واحد على فكرة او اتنين او خمسة من 55,000 لا فانت لا بتأكد لا. القاعدة ان كله سليم وعلى لا الفطرة لا في واللي يعني بيشذ بيبقى وضع كتير وإلا ما كنتش افتكرت أسمائهم لا اسمعني طب ما فين بقى دور الأزهر ما بيوقفش الناس دي ليه اللي هو بيوقف الناس فين الله ينور لما واحد بيقول لك وعلان من دون ذكر أسماء واحد بيقول أنا خطيب ميدان التحرير أو واحد بيقول لك أنا بدعو لفكرة ما أو للثورية ما أو لأي حاجة ما وبعدين اي خلط بالسياسه هو مرفوض في وقتنا طيب هذا محدش بيحدد ايا من كان وعليه عند هذه النقطه هل عند هذا الخطيب قليل من الماء يطهره لازم اخرج فاصل هنرجع بعد الفاصل ونواصل هذا الحوار المشتد لكي نصل في الختام باذن الله وحوله الى صالح البلاد والعباد اللهم امين